من اي متى شكلك بتستعمل زد ال؟ انا بستعمل زد ال من 2009. وليه نقيت زد ال؟ نقيت زد ال لان زد ال احسن زد. كثير انواع، احنا كثير انواع منه، 35 45 1040 1040 تبع موتوسيكل وتبع موتور، زد ديزل، زد بارد، زد اوتوماتيك، زد فريم، في كل شيء من النوع. كثير منيحه وكثير جيده. كيف بتقيم خدمه العملاء بشكل اي بي تي؟ عمليه عمليه كثير منيحه. بتضلك تستمر بشراء زيت الف من شركه اي بي تي؟ اكيد على طول. وبتنصح باستخدام زيت الف ليه؟ اكيد بنصح فيه وبنصح كل الناس فيه، لانه بيحمي الموتور وبيحافظ على الموتور وبيخليه يعيش اكثر، وكمان صديق للبيئه ما بيعمل دخله بالسياره. هل عندك من تعليقات اضافيه؟ اكيد لا. شكرا بالك. بتستفيد حاليا من منتجات او خدمات اخرى من شركه اي بي تي؟ ايه اكيد بستفيد. عم بسافر بنزين من اي بي تي وبنصح كل الناس يعرفوا انه اي بي تي، لانه بنزيننا منه مخصوص.